فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، كما تقدم. نعم. وأما نسبة هذا إلى ذي القرنين كما ذكر الشيخ، فإن بعضهم زعم أن هذا من فعل ذي القرنين، وذو القرنين هذا لقب لملك من الملوك السابقين، وهم ذو القرنين اشتهر بهذا شخصا، أحدهما مسلم وهو ذو القرنين الذي ذهب في المشارق والمغارب وفتح الفتوح وبنى سد يأجوج ومأجوج، هذا ملك مسلم ويقال له الإسكندر المقدوني. أما الشخص الآخر فهو كافر، القرنين رجل كافر وسلطان كافر، فهذا ينبغي الانتباه له. أما ننسب هذا إلى ذي القرنين المسلم فهذا فيه بعد عظيم. وأما إنه وحتى لو ثبت عن ذي القرنين فإنه سبق أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الله أغنانا بشرعنا. وأما إذا كان إنه لذي القرنين الكافر فهذا أمر مفروغ منه واجتنابه واجب،